ولتسليط الضوء أكثر على اجتماع دول الاتفاق النووي مع إيران وتعنث إيران في تقبل شروط تلك الدول، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم. مرحبا بك معنا. حياكم الله وشكرا جزيلا على هذه الفرصة. أهلا فيك سيد طارق. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن بلاده لا تتوقع اختراقا مباشرا في ملف إيران النووي، إذا كيف ترى مخرجات اجتماع الاتحاد الأوروبي مع إيران اليوم؟ حقيقة وهذه الإجراءات والإجلاس اليوم هي تعتبر إحدى اللقاءات الدورية الذي أو التي الاتفاقية رقم 22 31 الأمم المتحدة تنص بوجوب اللقاءات الدورية حتى يلتزم الطرفان في مسيرة صحيحة في تطبيقهم لهذا الاتفاق ولهذه الغاية الأممية. ولكن حسب المعطيات التي موجودة الآن على الساحة، كلا الطرفين الجهة الإيرانية والجانب الأمريكي غير ملتزمان تماما بهذه الاتفاقية، وهذه بدأت وبوادر هذه عدم يعني عدم الوضوح في الرؤى وعدم الالتزام بهذه الاتفاقية هي بدأت منذ أن النظام الإيراني يعني لم يقبل بتحديد دوره وتحديد نفسه في منطقة الشرق الأوسط، ولم يوقف التجارب الصاروخية ولم يوقف تدخلاته في المنطقة. هذا مما أثار الذعر ومما أثار في المنطقة ومما أثار ردود عصبية عند الحكومة الأمريكية السابقة. لذلك عندما قام دونالد ترامب بالانسحاب من هذا الاتفاق، هو كان يعني بذلك أن النظام الإيراني وهذا الاتفاق هو غير ملزم بالنسبة للنظام الإيراني أن يعيده إلى ما كنا نريده أن يكون في المنطقة. وبالتالي من جانب آخر، النظام الإيراني أيضا قام بتغليظ كل التحديات أو أقصد بتغليظ كل تعهداته، فقام بتخصيب أكثر من منطقة، أكثر في نطرانج، في آراك، قام بتخصيب مفاعل نووية، قام بالسنتريفيوجات وصلنا إلى حدود 3000 سنتريفيوج. وهذا غروسي أكد أن النظام الإيراني غير ملتزم تماما حتى بالاتفاقيات وبالبروتوكولات التي موجودة داخل منظمة الطاقة العالمية. لكن ألا ترى أن عودة أمريكا للاتفاق النووي يعد مكسبا لإيران التي تسعى لتفادي مزيد من العقوبات في هذه المرحلة تحديدا؟ والنظام الإيراني ينطلق من منطلق الضعف وهو يمشي وذاهب يعني باستراتيجيات جديدة، وهو يميل إلى الشرق أكثر مما يميل إلى الاتحاد الأوروبي حتى في السابق. لذلك أنا أستبعد أي دور جديد في المنطقة وعلى أقل تقدير في الأشهر القادمة حتى الانتخابات الإيرانية لن تكون هنالك أي انفراج في هذه الأزمة، لا سيما والصين دخلت على خط الاقتصاد الجديد مع إيران، وهنالك مقترحات بدخول الصين في كثير من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية والحساسة في جنوب إيران، مما يعطي الصين وروسيا القوة في دعم إيران. وهنالك سيكون استخدام للفيتو الروسي والصيني أكثر معززا وأكثر قوة لإيران، لا سيما في الفقرات النووية. والجانب الأمريكي أيضا يرى نفسه خاسرا في هذا النقطة، وهو يقوم بذلك في إشراكه قوة إقليمية، كما صرحوا عدد من المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون هنالك مشاركة للمجلس الاتحاد الخليجي وسيكون هنالك قوة إقليمية. أيضا من جانب آخر ستكون هنالك نوعا ما أمن إسرائيل تؤخذ بعين الاعتبار، فهذا يزيد الطين بلة في المنطقة ويزيد هذا الملف تعقيدا. كيف ترى الموقف الأوروبي ومحاولاته المستميتة لإعادة تعويم النظام في طهران؟ يعني الأوروبيين كانوا في أكثر من موقع وفي أكثر من بيان متفقين مع الأمريكيين في كثير من القضايا تتعلق بالملف النووي. فهنالك بيانات خرجت من الاتحاد الأوروبي، لا سيما القوى أو التركة الأوروبية الثلاثة، تدين إيران بتغليصه تعهداته في هذا الاتفاق. ولكن مع أخذ بعين الاعتبار الموقف الوسطي، أي أن الاتحاد الأوروبي يمسك العصا من الوسط في
في محاولة منه في إعادة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الملف تحديدا، أنا لا أرى أي انفراج ولا أرى أي اغتراب أوروبي إيراني في هذه المرحلة، لأن الأوروبيين يخوفهم ويغلقهم تدخل الصين وروسيا بجانب إيران وتعزيز موقف إيران من قبل هذه الدولتين. فبالتالي وحسب التجربة الاتحاد الأوروبي سيميل إلى بريطانيا أو إلى أمريكا في بالأحرى، لذلك نعم. لذلك الاتحاد الأوروبي لن يكون في المرحلة القادمة لا سيما في الأشهر القادمة بجانب إيران، وليس هنالك أي تغارب وجهات النظر حتى نعم. وإن حصلت طيب. بعض من اللقاءات بين الإيرانيين وبين الأمريكيين عبر الافتراضي، لن تكون هنالك نتيجة غطائية تعيد الأمور إلى نصابها ويعيد كل الأطراف للمربع الأول. طيب بعد انتهاك أستاذ طارق، بعد انتهاك إيران للاتفاق النووي الذي كشفت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز، هل تعتقد أن حلا ممكنا للملف النووي الإيراني متاحا في ظل هذه الانتهاكات؟ لا 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 يمكن. الإيرانيين بدأوا بتغليص تعهداتهم منذ 2018 إذ الانسحاب الأمريكي. خلال هذه 3 سنوات النظام الإيراني طور قدراته الصاروخية، طور كثير من مواقعه النووية، قام بتخصيب أكثر من 3000 جهاز طارد مركزي، وهذه الأمور هي أساساً غروسي رئيس الوكالة الطاقة الذرية أكد الاختراقات. الإيرانيين أوقفوا تشغيل الكاميرات المنصوبة من قبل الطاقة الذرية في منشأتهم، بالتالي النظام الإيراني وفي ظل كل هذه الاختراقات وفي كل هذه عدم الالتزام ماله، لا يمكن أن تكون هنالك انفراج بينه وبين الولايات المتحدة. وأيضا من جانب آخر الإيرانيين وتحديدا، يعني عندما نتكلم عن إيران يجب أن نكون موضوعيين آخر، هنالك لا توجد دولة مؤسساتية داخل إيران، الحرس السوري وبيت القائد هم الذين يحكمون ويجيون إيران في كل ملفاته، حتى حكومة روحاني هي عاجزة عن تغيير جذري في القرارات التي تخرج فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي والقرارات الاستراتيجية الأمنية الإيرانية، بالتالي وهو الأمن القومي الإيراني يفرض عليهم وبإيعاز من الحرس السوري أن يميلوا إلى الصين ويدخلوا الصين وروسيا في هذا الملف نعم. في محاولة منهم لاستغراق إيران وفي محاولة منهم لإطالة عمر هذا النظام اللي يفرض نفسه بقوة وبسطوة داخل إيران، حيث الاحتجاجات وحيث كثير من الاضطرابات التي حصلت وكثير من الحالات التي هي أساسا ضد هذا النظام، وتعي بالضرورة أن هنالك معارضة حقيقية موجودة نعم. داخل إيران شكراً. حتى لهذا النظام الغير شرعي. شكرا لك الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية الأستاذ طارق جاسم.